حطتنا الثانية النهاردة بنزور فيها محافظة سوهاج، أو بنكمل مع حضراتكم متابعة ماذا يحدث في محافظة سوهاج، المحافظة اللي بتعاني من الإهمال على مدار عقود، المحافظة اللي بتحتل مع الأسف رغم ما تمتلك من كوادر بشرية وثروات طبيعية وتاريخ وحضارة وثقافة، بتحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية من حيث نسبة الفقر، بنسبة فقر تتجاوز 63% وعدد قرى فقيرة تتجاوز 900 قرية فقيرة، ده فقط في محافظة سوهاج اللي إجمالي مواطنيها لا يتجاوز 6 مليون مواطن. شفنا قد إيه الحكومة عملت في سوهاج وقد إيه الإعلام المصري بيحتفل بإنجازات الدولة في سوهاج، لدرجة إن أحمد موسى النهاردة بيروح يطلع برنامجه من أحد القرى في محافظة سوهاج، قال يعني سوهاج النهاردة اتحولت لسويسرا، المواطن لا شاف ولا حس، مواطن السوهاج لحد النهارده مش لاقي طريق يمشي عليه ولا صرف صحي اعزك الله بعد الصرف الصحي اللي مغرق الشوارع، ولا لاقي مستشفى يتعالج فيها ولا وحده صحيه يعالج ابنه فيها ولا مدرسه نظيفه يتعلم فيها ولا كوبايه ميه نظيفه يشربها ولا اي حاجه من الخدمات اللي بيكلمونا عنها. رغم كده الحكومه النهارده او قبل كام يوم بتقول ان سوهاج عاشت حياه كريمه والمواطنين اشادوا بتطوير الريف المصري. امتى التطوير ده حصل؟ عشان افكر حضرتك بالارقام، وانا والحكومه لسه احد الزملاء من شويه بيقول لي انت غارز في سوهاج. انا غارز في سوهاج والحكومه كمان غارزه معايا، احنا الاثنين غارزين النهارده في سوهاج، حكومه عماله بتفرقع ارقام وانا شغلتي النهارده اكشف مدى صدق وكذب هذه الارقام. شوف سعادتك قال لك 102 مليار جنيه تكلفة الاستثمارات المنفذة بسوهاج خلال 8 سنوات، وده كان كلام سيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في حضور سيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدام عبد الفتاح السيسي قبل أيام وهم بيفتتحوا واحدة من القرى النموذجية التابعة لمركز جرجة أو مركز طمة آسف. فلوس دي اندفعت في سوهاج طبيعي النهارده بعد 102 مليار جنيه، بعد كل هذه الفلوس يعني 1200 مليون بس عشان الناس تبقى متابعه، سوهاج النهارده تكون اتغيرت، الريف في سوهاج يكون اتبدل، المواطن في سوهاج يحس بالفرق، القرى الفقيره اللي كانت بتعاني من الاهمال والتهميش والنسيان وكل حاجه السنوات اللي فاتت تحس بفرق، فقال لك ان حياه كريمه تنتشل. هكلم حضراتكم النهاردة عن واحد من مراكز سوهاج، بما ان احنا كل يوم كده بنتكلم عن واحد عن احد المراكز، اتكلمنا عن طمة، اتكلمنا عن جرجة، النهاردة هنروح ازور بحضراتكم مركز طهطة. طهطة ده بيسموه مركز العلم والتنوير، ليه مركز التنوير او مدينة التنوير، دي مسقط رأس قائد التنوير في البلد شيخ رفاعة رافع الطهطاوي، رفاعة رافع الصعيدي الطهطاوي، خرج من مركز طهطة. عدد سكان طهطة النهاردة حوالي 320 ألف مواطن، 320 ألف مواطن، وده من المراكز اللي نسبة الكثافة فيها متوسطة على مستوى الجمهورية، واحد من أقدم مدن الصعيد. شوف بقى حياة كريمة بتقول عملت إيه في طهطة. الخبر ده من دار الهلال الجريدة الرسمية التابعة للدولة، قال لك حياة كريمة تنتشل 10 قرى بمركز طهطة في سوهاج من الفقر والجهل والصرف الصحي ومكاتب البريد والتأمينات أبرز مطالب الأهالي. أولا بعيدا عن اعتراضي على هذا الخبر، يعني لك أن تتخيل أن يجي النهاردة صحفي جاهل يصف أهالي طهطة بأن هم جهلة، يقول لك الحكومة الحياة كريمة هي اللي هتنتشل طهطة من الفقر والجهل، الفقر اللي جابته الحكومة، لكن الجهل مش موجود ابدا في محافظة سوهاج، خصوصا محافظة سوهاج دي هي بلد المثقفين، بلد العلماء، بلد الشعراء، بلد المفكرين، فما تجيش النهارده عشان تطبل للحكومة تقول لي ان الحكومة طلعت طهطة قال ايه من الجهل والفقر، الجهل ده الحكومة هي السبب، جهل الحكومة بأهالي طهطة هم السبب في الكلام ده، الفقر هو إهمال الحكومة على مدار عقود لأهالي طهطة وطلبات أهالي طهطة. من الفلوس اللي انصرفت يمكن الست فريدة سلام رئيس مجلس مدينة طهطة اعتمدت 17 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، ده فقط لطهطة. صرفت قد ايه بقى يا حكومة على طهطة؟ ده سؤال مهم جدا.
قال لك صرفنا 5 مليار و200 مليون جنيه على طهطة. اكتب الرقم ده وخليك فاكره، 5 مليار و200 مليون جنيه لتنمية قرى وعزب ونجوع مركز طهطة. من ضمن هذا الرقم قال لك دفعنا 3 مليون و600 ألف جنيه فقط لرصف عدد من طرق الشوارع بطهطة لخدمة تكتل الأساس في سوهاج. يعني من الفلوس الكتير اللي اندفعت دي اللي هي الخمسة 5 مليار و200 مليون، او فكك من الفكه دي، انا ما عادش بتكلم في الفكه، من ال 5 مليار اللي دفعتهم الحكومه في طهطه عندنا حوالي 3 مليون و600 الف دفعناهم فقط لرصف واحد من الطرق، طريق واحد بس. للرغم ان الحقيقه غير كده. اهالي طنطا يا اخوانا والله والله اهالي طنطا محرومين من كوبايه الميه. شوف والله المركز اللي انصرف عليه 5 مليار وشويه النهارده مش لاقيين كوبايه ميه نظيفه، وده مش كلامي، ده كلام سياده النائب عن طهطه واللي قال اهالي طهطه محرومين من سر الحياه، ده وكيل الخطه والموازنه واللي قدم طلب احاطه لوزير الاسكان في مايو اللي فات النائب مصطفى سالم العضو عضو مجلس النواب عن طهطه وطمة وجهينه في سوهاج. قال لك محرومين من سر الحياه. هي كوباية المية، وانت النهاردة جاي تقول لي حياة كريمة؟ محرومين من كوباية المية النظيفة، وانت النهاردة جاي تقول لي دفعت في سوهاج لوحدها 102 مليار وطهطة لوحدها 5 مليار و200 مليون جنيه؟ طب خد الخبر لنفس العضو، قال لك النائب مصطفى سالم اهالي 15 قرية بطهطة الجديدة محرومين من المية النظيفة. امال الفلوس راحت فين يا حكومة؟ فلوس راحت فين يا معالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؟ فلوس راحت فين يا استاذه فريده سالم رئيسه مجلس مدينه طهطه؟ فلوس راحت فين يا جماعه يا بتوع حياه كريمه يا احمد موسى يا جماعه يا اللي بتطبلوا وبتهللوا وبترقصوا لانجازات حياه كريمه في سوهاج؟ الناس مش لاقيه كوبايه ميه. انا مش عايزك تتفائل قوي وتقول ان احنا عندنا نائب ذكر ما بيخافش وبيفضح الحكومه، نفس النائب اللي بيقول لك طهطة ما فيهاش سر الحياة وطهطة ما فيهاش مية نظيفة، هو نفسه بعد زيارة عبد الفتاح السيسي طلع يقول لنا حياة كريمة تجسيد حقيقي لحقوق الإنسان، اللي هو إيه كل حاجة وعكسها. يعني امبارح طهطة ما كانتش لاقية والناس مش لاقية مية، لكن بعد الزيارة الكريمة الميمونة لطهطة فخرج قال لك والله ده الحكومة عملت اللي محدش عمله، تجسيد لحقوق الانسان. خليني اوريك كده حقوق الانسان في طهطة عامله ازاي. قال لك عملنا مدارس في سوهاج بتكلفه 5 مليار جنيه، انشانا 457 مدرسه ضمن مبادره حياه كريمه في سوهاج. انا بكلم اهالي سوهاج وعارف انهم بيتابعوني وسامعيني. هل المحافظه يا اخواننا خلال كام سنه اللي فاتت اتعمل فيها 547 مدرسه؟ 457 مدرسة؟ 457 مدرسة حكومة عملتهم في سوهاج بتكلفة تصل 5 مليار جنيه؟ اتعملوا فين دول يا اخوان؟ اتعملوا فين؟ الناس مش عارفة تتعلم، الناس مش عارفة تعيش، مش عارفة تكمل حياتها، لدرجة شوف الكذب وصل لفين. قال لك ان مدارسنا في سوهاج بقت ولا دول اوروبا. ده اهالي سوهاج بيقولوا كده؟ اهالي سوهاج بيقولوا كده؟ اهالي طمة بيقولوا ان مدارس سوهاج بقت احسن من مدارس اوروبا؟ طب اهالي جرجه ده نفس كلامهم؟ طب اهالي دار السلام؟ طب معلش اهالي طهطه يردوا عليا، اهالي البليانه مدارسهم النهارده احسن من مدارس اوروبا؟ الحكومه بتكذب علينا ولا بتكذب على نفسها ولا بتكذب على مين؟ طب شوف بقى سعادتك اولياء الامور بيشتكوا من سوء اداره بعض مدارس طهطه في سوهاج. مدارس في سوهاج الفصل الواحد في 80 و90 طالب، والتخت بايظه متكسره بقالها 7 8 سنين، والمدارس السور بتاعها واقف وواقع، والمدارس ما فيهاش حمامات، والحمامات ما فيهاش ميه، ما فيهاش كمبيوترات، ولو بقى فيها كمبيوترات ما فيهاش انترنت يا حكومه. الراجل بتاع وكيل خطه النواب تاني عضو طهطه بيقول لك يطالب بتوصيل الانترنت لمدارس طهطه في سوهاج. مدارس طهطة في سوهاج
ده كلام مصطفى سالم مش كلامي، انا ما بحبش اتكلم حاجه على لساني، اقدر اقعد قدام حضراتكم واقول الحكومه كدابه، حكومه نصابه، الحكومه ضحكت عليكم، الحكومه خدت فلوسكم، الحكومه ما عملتش، لكن انا بجيب الناس تتكلم. النائب عن دير طهطه وطمه وجهينه، نائب مصطفى سالم بيقول ان مدارس طهطه ما فيهاش انترنت. امال انت بتعمل رقمنه للتحليم ازاي؟ امال السيستم اللي انت عمال خاود دماغنا بيه ده ازاي؟ امال الخمسة مليار اللي انت صرفتهم على المدارس في سوهاج راحت فين؟ خد الخبر ده كمان، بعضها قايل للسقوط. مدارس سوهاج تستقبل العام الدراسي ب 128 مدرسه واداره للايجار. دي صوره او دي صور من داخل المدارس في طهطه في سوهاج. خليني بقى اقول لك معلومه، يعني ودي واحده من مدارس اخميم، ودي كل دي مدارس موجوده فين؟ موجوده في سوهاج. طبعا حضرتك متابع زي ما انا متابع كده ان كل هذه المدارس من غير سور. عارف ليه من غير سور؟ لان سوهاج واحده من اربع محافظات في الجمهوريه، او من ثلاث محافظات اسف، بينتشر فيهم ما يسمى المدارس الايجار. ايه المدارس الايجار؟ حكومه معهاش فلوس تعمل مدارس، فبتروح تأجر بيت من احد المواطنين، او بتأجر مخزن او دكان، او بتأجر بدروم وتحوله المدرسه. فبقى عندنا النهارده طهط سوهاج لوحدها فيها 128 مدرسه قايله للسقوط. حكومه بتقول لك صرفنا، واهالي طهطه بيقولوا قال ايه؟ قال ايه يا حكومه؟ مدارسنا بقت احلى من مدارس ايه؟ سيب المدارس. وكان في خبر قلته في اول الحلقه في الاخبار، قال لك محافظ سوهاج، لو تعرف تجيب لي اول خبر في العناوين يا ضياء اكون شاكر جدا. محافظ سوهاج قال دفعنا 31 مليار، 31 مليار في العناوين اللي في الاول خالص يا ضياء، 31 مليار و144 مليون جنيه تكلفة مشروعات مية الشرب والصرف الصحي في سوهاج. ايوه الله عليك، وقف لي كده، شايف الخبر بيقول ايه؟ محافظ سوهاج 31 مليار و144 مليون جنيه تكلفة مشروعات المية والصرف الصحي في سوهاج. تعالى كده اوري حضرتك المية والصرف الصحي في سوهاج عاملة ازاي؟ مشروع الصرف الصحي في قرية السوالم مركز طهطا في سوهاج شكله بالشكل ده. اهمال، اتهام بالاهمال والهمجيه في التنفيذ، وده مش كلامي، ده كلام بعض اهالي المنطقه في قريه السوالم مركز طهطا بسوهاج. طب فين بقى يا معالي المحافظ ال 31 مليار؟ ولا ال 31 مليار دولت هحطهم جنب ال 102 مليار بتوع المحافظه، احطهم جنب ال 5 مليار بتوع المدارس، احطهم جنب ال 5 مليار و200 الف بتوع طهطا، جنب الستة مليار وشوية بتوع جرجة، جنب السبعة مليار بتوع طمة. معايا فيديو أيضا لمواطن بنزلة عمارة بغرب طهطا بيستغيث بمسؤولي شركة المية والصرف الصحي بعد الصرف الصحي ما بوظ أرضه. تخيل لما الصرف الصحي يضرب في الأرض كده ويملى الأرض يحولها البركة، ده مواطن بيستغيث بالمسؤولين. نتابع. عملك لنا يا رجل يا محترم، ها انت راجل محترم، بص كده ده يرضيك، ده يرضيك لو في ارضك، ده يرضيك، ده يرضي حد، ده يرضي ربنا. بلقوا خالص الميه، ها الميه والله انهيار، ها والله نازل لتحت على البلد، ها هذا هو، بص الميه هذا طالقينها خالص يا استاذ بهاء، اغيثنا يا رب، حوش من عندك يا رب البلاوي يا ري. الميه بص شوف سرعة المية ده، هاي شايف المجاري شكلها عامل ازاي، ودي دخلت على الارض الزراعية بوظتها بالشكل ده. دي محافظة اندفع فيها 31 مليار حسب كلام معالي المحافظ اللواء طارق الفقي. اما في ترعة اسمها ترعة جاو غرب، دي موجودة ايضا في طهطة. الترعة دي نشفت اولا، ده رقم واحد. ثانيا الناس حاطين فيها الصرف الصحي بسبب عدم وجود شبكة الصرف الصحي. ثالثا النهارده مليانه زباله ومليانه بقى حشرات ومليانه مشاكل، دي قنبله موقوته حسب ما بيقول اهالي ترعه جاو غرب او قاو غرب اللي موجوده في طهطا. نروح بقى للكوم الاصفر، هل الكوم الاصفر دولت بيشتكوا من فساد وفشل تنفيذ الصرف الصحي التابع لحياه كريمه؟ الصور دي من الكوم الاصفر، ودي واحده من قرى
مركز طهطة بمحافظة سوهاج، بعيدا عن منظر البيوت اللي متهالكة بالشكل ده، لأن سوهاج زي ما احنا عارفين واحدة من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية، لكن السادة المسؤولين عن الصرف الصحي جم حفروا الشوارع، حفروا الشوارع وسابوها مردومة بالشكل ده. ده أهالي المنطقة وأهالي قرية الكوم الأصفر. أما مية الشرب فالصورة اللي منزلة مية صفرة دي، دي قرية الجريدات، ودي أيضا تابعة لمنطقة لمركز طهطة. فبقى الحلم اللي بيحلم بيه النهاردة أهالي طهطة هو حلم نقطة المية، نقطة المية النظيفة. حلم ده من 2019 لحد النهاردة، حلم ان المركز ما يبقاش فيه جراكن. النهاردة تقريبا 60% من قرى طهطة ما زالت بتعتمد على الجراكن في معظم ايام السنة، لا سيما الصيف، بسبب انقطاع مية الشرب. شايف الطابور الطويل العريض ده، ناس حاجزة الاماكن بالجراكن عشان تملى مية من واحدة من المدارس او واحدة من الوحدات الصحية او مركز تاني او قرية تانية، لان مفيش مية. نكمل كمان مع طهطة، عشان الحكومة اللي دفعت فيها 5 مليار و200 مليون جنيه لكنها نسيت الصحة. عندنا بالمستندات النبأ بتفتح فساد أعمال الصيانة بمستشفيات وزارة الصحة، لا سيما مستشفى طهطة العام، واحدة من أسوأ المستشفيات على مستوى الجمهورية يا حكومة. أنا عايز معالي وزير الصحة، أتحدى معالي وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة في سوهاج، رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، محافظ سوهاج، يعيا يروح يتعالج في مستشفى طهطة. نفسي كده، نفسي أشوف الناس اللي بيكلمونا عن الإنجازات يتعالجوا في مستشفى طهطة، الداخل فيها مفقود والخارج مولود. دي المستشفى اللي اندفع عليها عشان تطويرها خلال الثلاث سنين اللي فاتوا 380 مليون جنيه. دي مستشفى، لكن الوحدات الصحية هسيب حضرتك مع مشهد مبدع من داخل أحد الوحدات الصحية في طهطة بسوهاج. شغل يا سيدي. ما فيش حد دلوقتي، دي مستشفى بنزل داوود تبع المركز طهطة، وحاليا دلوقتي الساعة 9:30 وما فيش أي حد فيها، والزبالة دي زي ما انتم شايفين كده اهو، مفيش اهتمام خالص. مستشفيات مهجورة، ودكاترة مش موجودين، وصيادلة مفيش، ووحدات صحية ما اتعملتش، واللي اتعمل مش شغال. ده واقع الصحة في طهطة ونقدر نتكلم عنه للصبح. آخر حاجة عشان ما ضيعش وقت حضراتكم، عايز أروح كمان أزور مطوبس. لا اديني بقى خبر الكهرباء آخر حاجة. طيب ده خبر الزبالة، دي أيضا الزبالة من شوارع طهطة اللي قدام حضراتكم دي. أهالي طهطة النهاردة بيناشدوا الحكومة، أرجوكوا، دي مدرسة بالمناسبة، الصورة دي جاية لنا من أحد مدارس طهطة، شايف الزبالة عاملة إزاي؟ الزبالة في الشوارع، في المدارس، في الوحدات الصحية، في كل حتة في البلد. آخر خبر في الفقرة، أو آخر خبر معانا النهاردة عن طنطا، من قرية اسمها قرية الشيخ رحومة. دي قرية منسية غاب عنها المسؤولين واحتضنها الظلام الدامس. الصورة اللي قدام حضراتكم دي، لا الشاشة بتاعتنا مش فاصلة، تعالى لي كده يا ضياء. الفيديو ده الشاشة بتاعتنا مش فاصلة، الشاشة بتاعتنا الحمد لله ربنا كده ايه يحفظها ويحميها وما تفصلش وتسترنا لحد نهاية الحلقة. الفيديو هو اللي متصور في الضلمة. قرية اسمها الشيخ رحومة في طهطة في سوهاج، بقالها النهاردة أكتر من 8 سنين كهرباء بتقطع عندها أكتر ما بتيجي. اسمع كده الناس بيقولوا ايه. صور الضرب لجو. أيوة. من مدرسة الشيخ رحومة الابتدائية. لا توجد إضاءة. تلفونها. السواد دامس. قلنا وين بتروح؟ يا ريت والله مش عارف أقول لكم إيه بس. نور يا دمتع. نور يا جوزة، قادر ما فيش نور فيها خالص دي. هات الشهر النور. ماشي استنى تعال جوز التاني. خش قدام